بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هنبدا نتكلم عن انواع الكابلات اللي احنا بنستخدمها في المشاريع. طبعا الناس شايفه ان كابلات الداتا اللي احنا بنستخدمها في المشاريع، في ناس بتقول عندي تصنيفين او نوعين. في نوع بنسميه UTB Unshielded Twisted Pair، وده منتشر انتشار كبير جدا. وفي نوع تاني بنسميه STB Shielded Twisted Pair. Shielded Twisted Pair طبعا هنا احنا بنسميه شيلدد وانشيلدد، ده ان الكابل يبقى عليه ماده تمام بتقلل من التدخلات او الانترفيرنس، او بنسميها الشيلد. طيب الانشيلدد ما عليهوش، الشيلدد عليه الشيلد، فاسمه تويستد. تويستد يعني الكابل مجدول، يعني هتلاقي الطرفين ملفوفين حوالين بعض، السلكتين ملفوفين حوالين بعض، ده بيسموه تويستد مجدول. وهتلاقي كمان عندك بير، كلمة بير معناها زوج، زوج من السلك. فهتلاقي عندك في 8 أسلاك في الكابلات بتاعة الداتا. في عندي أبيض برتقالي وبرتقالي، وفي أبيض أخضر وأخضر، وأبيض أزرق وأزرق، وأبيض بني وبني. طبعا الثمان أطراف دول لما بنيجي نركبهم في الكليبس أو المكان اللي بيركب فيه راس الكابل اللي احنا بنعملها دي، بنسميها RJ45 تمام. بنمسك الRJ تمام، وبنخلي الجزء اللي فيه التكة اللي هو ايه تحت، وبنبدأ نركب الثمان أطراف بالترتيب زي ما احنا هنشوف في الصورة كده. أبيض برتقالي وبعديه برتقالي، بعد كده أبيض أخضر، وبعدين أزرق، وبعدين أبيض أزرق، وبعدين أخضر، أبيض بني بني. يبقى نحفظهم تاني: أبيض برتقالي برتقالي، أبيض أخضر أزرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني بني. دول هما الثمان اطراف اللي احنا بنشتغل عليهم في كابلات اليو تي بي او الاس تي بي. وزي ما قلنا اس تي بي معناها شيلدد، يعني كل زوج، يعني الابيض برتقالي والبرتقالي عليهم شيلد، الابيض ازرق والازرق عليهم شيلد، الابيض اخضر والاخضر عليهم شيلد، الابيض بني والبني عليهم شيلد. ده بيسموه شيلد تويستد بير. طبعا احنا بدأنا من التصنيفات من الكات، او بيسموا كات معناها او اختصار كلمة كاتيجوري. كاتيجوري يعني الفئة بتاعتها. في عندي كذا فئة، بدأنا من كاتيجوري A1 A2 A3 او كاتيجوري 1 2 3 لحد الحاجات الحديثة. مثلا عندي كاتيجوري 5 كات 5، في عندي كات 5A، وبعدين دخلنا على كات 6 وكات 6A، وبعدين دخلنا على كات 7 وحاليا كات 8. في ناس كتيرة جدا بتشتغل ومش عارفة ان في حاليا كات 7 وكات 8 موجود كمان عندي في السوق. انا معايا كومباريزون كده مهمة جدا بتوريني الحاجات الحديثة، اللي هي مقارنة بين كات 6 وكات 7 وكات 8. مهم جدا يا اخوانا نعرف ايه الفرق بينهم لما انا بكون في مشاريع واروح اعتمد، لان موضوع تمديدات الكابلات اكتر حاجة بتاخد عندي وقت. لو انا كنت مركب كات 6 وحصل ابديت مثلا وعايز اغير، هضطر اسحب كل الكابلات اللي انا مددتها وابدا اركب كابلات تانية كات 6A مثلا او كات 7 او كات 8 حسب المواصفات الموجوده او السيستمز اللي انا بشتغل عليها والريكويرمنت بتاعه الكابلات. فانا عندي معامل مهم جدا بفرق بيه، اللي هو الفريكوانسي. رقم واحد الفريكوانسي اللي هو التردد. لو احنا شفنا كات 6 تمام، كان كات 6 بيستحمل او يقدر يتعامل مع ترددات قيمتها 250 ميجا هرتز. كات 7 بيقدر يستحمل ترددات او بيتعامل مع ترددات 600 ميجا هرتز، وكات 8 حاليا بيتعامل مع 2000 ميجا هرتز، يعني 2 جيجا هرتز يا شباب. ده ميزة الكات 8. طيب ده اول مقارنة يا دكتور. يبقى رقم واحد الفريكوانسي، لما اجي افرق بين كابلات في موضوع كات 7 كات 8 كات 6 كات 6A تمام، لازم رقم واحد ابقى عارف ان في فرق في التردد. رقم واحد الفريكوانسي. يبقى مش اي بروجكت اركب كده كات 7 ولا كات 8 ولا كات 6 ولا كات 6A وخلاص. اشوف الترددات اللي انا عايز اشتغل عليها تمام، وحسب رينج التردد اللي انا بشتغل عليه بسلكت الكابل المناسب ليه. فمهم جدا ان الكابل يسبورت التردد بتاعي اللي انا بشتغل عليه. رقم اتنين في المقارنة اللي هو الماكسيمم ترانزميشن سبيد، موضوع نقل البيانات تمام. في طبعا عند الكات 6 كان بينقل بواحد جيجا بت بير سكند، جي بي
بي اس معناها 1 جيجا بت بير سكند او 10 جيجا بت بير سكند. الكات 7 بينقل 10 جيجا بت بير سكند. الكات 8 بينقل 25 جيجا بت بير سكند او 40 جيجا بت بير سكند. وانت شايف دلوقتي اهو كات 7 بقى 10 جيجا، كان انا بشتغل على 1 جيجا في الكات 6 تمام، بقيت 10 جيجا في الكات 7 وبقيت 40 جيجا او 25 جيجا في الكات 8. ده رقم 2. المعامل الثالث ايه يا دكتور في موضوع الكابلات؟ رقم 3 الديستانس يا اخوانا، المسافه. دايما احنا بنقول للناس الكابلات اليو تي بي تمام بتقدر تمشي لحد 100 متر ستاندرد بيقول كده، او نقدر نوصلها لحد 90 متر مثلا، وبعد كده لا ما ينفعش يا اخوانا. فهو جايب لي الديستانس، الديستانس بتاعته بتصل الى الكات 6 طبعا بتصل ل 100 متر لما يكون شغال على 1 جي بي بي اس او 1 جيجا بت بير سكند تمام، ومن 37 ل 55 متر لما يكون شغال على 10 جيجا بت بير سكند. خلي بالك لما ارتفع التردد قلت الديستانس ايه اللي يقدر يمشيها. الكات 7 لا بيقدر يمشي لحد 100 متر تمام على التردد بتاعه، دي الميزه بتاعته ان هو عند تردد 10 جيجا زي ما انت شايف دلوقتي يقدر يمشي 100 متر. الكات 8 اللي احنا قلنا بيوصل ل 40 جيجا بت بير سكند تمام و2 جيجا هرتز، ده بيقدر الديستانس بتاعته 30 متر. طبعا النمبر اوف كونكتورز في التشانل تمام في الكات 6 بتبقى 4، في الكات 7 بتبقى 4، في الكات 8 حاليا بتبقى 2. الكيبل كونستراكشن او الشكل بتاع الكابل يا اخوانا بيبقى في حاله الكات 6 يو تي بي اور شيلدد، يعني يبقى اس تي بي. يبقى انا عندي في الكات 6 يعني في عندي كاتيجوري للشيلدد، بيتباع عندي الشيلدد وبيتباع عندي العادي اللي هو الانشيلدد. طيب في ال7 وال8 لا كله شيلدد، ليه؟ التردد زاد، التردد زاد يا اخوانا، فانا محتاج يبقى الكابل شيلدد او معزول تمام في الكاتيجوريز بتاعه الكيبل كونستراكشن. بعد كده الكونكتور تايب طبعا ار جي 45 في الكات 6 والكات 6 اي، ار جي 45 في الكات 7 نون ار جي 45. الكات 8 بقى نازل منه تو كاتيجوري او تو كلاسز، الكلاس الاولاني ار جي 45 والكلاس الثاني نون ار جي 45. طبعا من ناحيه الكوست كل ما هيكون الكات اعلى كل ما بيكون سعر المتر او سعر الكابل اغلى. احنا شفنا النهارده معلومه بسيطه كده عن كابلات اليو تي بي والاس تي بي او الكابلات المستخدمه في التوصيلات في الانترنت او المستخدمه في مشاريع الاكسس كنترول سيستم او في النيرس كول سيستم او في الكاميرا السي سي تي في او الاي بي سي سي تي في والاي بي تي في. دلوقتي كل الحاجات دي بتشتغل اي بي، فبالتالي هي بتشتغل بسويتشز وكابلات انترنت. واحنا شفنا طبعا البي او اي كيبل اللي هي الكابلات اللي احنا بنسميها باور اوفر ايثرنت كيبل، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية بنتكلم فيها ببساطه كده تمام عن كابلات الانترنت والكاتيجوريز. ما تنساش اهم حاجه في الفيديو ان احنا بنقارن بين الكاتيجوريز عشان ما حدش يقدر يقول لك كات 6 وكات 7 وكات 8. في ناس لحد دلوقتي ما كانتش عارفه ان في كات 7 وفي كات 8، الناس كلها بتشتغل على كات 6 وكات 6 اي تمام، والناس مش عارفه يعني ايه كات، يبقى لازم ندور ونبقى عارفين كات معناها كاتيجوري، كاتيجوري الفئه بتاعه الكابل. واحنا قلنا الفئه بتاعه الكابل بتفرق حسب التردد والبيت ريت والديستانس اللي بيستحملها وشكل الكونكتور بتاعه. واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة باللو كارنت سيستم او الكنترول سيستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.